رجعتي؟ هعمل ايه؟ انا لفيت عليه يا شمس وسلمى راحت تدور عليه ان شاء الله دلوقتي هترجع وهنلاقيه ان شاء الله. المديره قالت لي انها هتكلمني كل يوم، كل يوم لازم تسمع صوته، لما تكلمني دلوقتي اقول لها ايه؟ اقول لها ضيعته. انا مش مصدقه مش مصدقه. انا دورت عليه في الصالون ما لقيتوش، نزلت عند طنط مدري قالت لي انها ما شافتوش، دورت عليه في الشارع هنا في كل شارع اللي حواليه ملوش اي اثر. هنعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اهدي بس يا شمسة، احنا لازم نبلغ البوليس. ما ينفعش، هأذي المديرة، دي عملت لي خدمة، عملت كده عشان حاسة النفسية واخدة بشكل وانتي مش قانوني. طب انا عندي فكرة، احنا ممكن نأجر عربية ونجيب ميكروفون وندور عليه في المنطقة. صح، فكرة حلوة أوي، أنا ما أعتقدش أصلا إن هو خرج برا المنطقة. كان واحد بس رايحه فين يا شمس؟ زعلانه ليه يا ماما؟ انا عارف جده، انا ما رحتش عند حد غريب. ايوه حبيبي، بس لازم تقولي الاول قبل ما تنزل، لازم تقول ما تعملش كده تاني، فاهم؟ خلاص خلاص مش هيعمل تاني خالص كده، هو الوقت بيلعب معايا كل الوقت، يقعد يلعب معايا زي ما انا عايز. ايوه انا عايز اقعد مع جده، عاوز العب معاه شرطانك. شرطانك؟ اه بيقولها غلط، واخده بالك؟ ما بيقولش شرطانج، شرطانج زي يا جماعه، على اي الحالات هو معايا، ساعه ما تحبي تاخديه اتفضلي خدي خدي. ما تعملش كده تاني، شمس كانت هتتجنن عليك. شفتي الولد؟ فين فين المشكله دي؟ انا مش فاهم يا اخي، المشاكل دي اللي بيعملوها من غير مناسبه. الولد جميل جدا وطلع جميل 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 زي مامته، ايه المشكله؟ خلاص اتفقنا؟ اتفقنا، بس ممكن بقى يا جدو ان احنا دلوقتي نطلع نستحمى عشان خاطر ينام، وبكره وانا نازله اخد الدرس اجيبه معايا. اه اتفقنا؟ اتفقنا. يلا يلا يا شمس، يلا حبيبي ادي حضن وبوسه لجدو. طب سيبيه شويه صغيرين عشان هينام بس. خلاص خلاص. يلا تصبح على خير. حتى كمان اكترين عليا اقعد العب شطرنج معاه. اتفضل. لسه في حد تاني بره؟ اه يا استاذ راجل، في واحد بره مستنيك من الصبح، بيقول ان اسمه يحيى وعايز حضرتك في مساله شخصيه، بس على فكره هو مفيش ميعاد سابق. يحيى؟ يحيى مين؟ اه خليه يدخل. ازيك يا مستر راتب؟ انا يحيى، حضرتك نسيتني ولا ايه؟ انت ازاي تدخل هنا من غير استئذان؟ من غير استئذان ايه؟ انت لو تعالي من الصبح بره وفي ناس جم بعدي ودخلتيهم كده كوسة، انت بتستقصداني على فكره. لا والله. اه والله ابحت. خلاص خلاص اتفضلي انت وقولي اللي محمد يعمل لي قهوه مظبوط، قولي الاوفيس بوي يعمل لي سحله. يلا ما تساليش فيه، قولي له اللي قلت لك عليه. ما تساليش فيه. اه ممكن راجع حضرتك، يعني بتقول لها ما تساليش فيه وكده، يعني حضرتك ليه قافش مني جلاشه كده؟ ايه يا ابني قافش وجلاشه؟ انت جاي تشتغل محامي ولا مبيض محاره؟ وايه اللبس اللي انت لابسه؟ لا يا باشا معلش، كله الا اللبس بقى، انا لبسي كله ماركات، اي نعم تهريب جمارك انما اصلي. لولا انك من طرف شمس انا عمري ما كنت اوظفك هنا. هو حضرتك ليه بتقطم فيا من ساعه ما انا دخلت يعني؟ على فكرة إن شاء الله كلها سنتين واتخرج وابقى محامي زي أي حد في المكتب. هو مش حضرتك أنكر راتب برضو؟ أيوه. يحيى هيتدرب معانا هنا في المكتب لمدة شهر، وبعد كده نبقى نشوف هنوظفه ولا لأ. اتفضل معاها وهي هتعرفك كل حاجة. ماشي يا باشا. اسمع. نعم. بكره تيجي لابس بدله وقميص وكرافات، والا مش هتخش من باب المكتب. اللي تشوفها برنس. صباح. اتفضل. اتفضلي يا انسه. اتفضل. يلا انسه سالي، برسالي انت ولا انسه سالي؟ انسه سالي. اتفضلي يا برسالي. اتفضلي. انت شغاله سكرتيره ولا شغاليك ترازي في خلق الله؟ على فكره ورنينج بقى، اتيتيودك فيري اجريسيف. بي كال بي كال. ايه ده؟ اتفضل. ايه دول؟ ملفات قضايا، اقرا عشان تتعلم. اقرا عشان تتعلم؟ انت بتتعاملي مع تحلوب يا بنتي ولا ايه؟ على فكره انا لو كنت حطيت الموضوع في دماغي كان زمانك دلوقتي بتقولي يا متر يحيى. متر يحيى؟ لا متر يحيى دي لسه شويه. وبعدين قلت لك قبل كده اسمي الانسه سالي،
وانت اصلا لازم تنسى دراستك في الكلية عشان خاطر اللي انت هتشوفه هنا حاجة والكلية دي حاجة تانية خالص. حاضر يا انسة سالي. قولي لي بقى يا انسة سالي، هي دي القضايا اللي انتوا شغالين فيها دلوقتي يا انسة سالي؟ لا طبعا، ده قضايا خلصت من زمان. ينفع برضو مش تجيبي لي حاجة فريش طازة كده؟ استاذ راتب بيشدد جدا على اي ورقة تخرج من ملف قضية غير ليه هو واتنين كمان. قلتيلي. طب بقول لك ايه؟ انا كنت عايز منك يعني بعد اذنك خدمة صغيرة. كان في هنا قضية عندكم تهمني، هي مش تهمني أنا، هي قضية بتاعت واحدة قريبتي يعني، بس عزيزة عليا قوي يعني، فبالله عليكي لو ينفع تستفسري لي أخبارها إيه، هتعمل فيه عشان أطمنها بس. والله يا أستاذ يحيى اللي أنت بتقوله ده صعب قوي، يعني ده حتى لو ملف قضيتك أنت شخصياً، صعب برضك إنك تطلع عليه. أستاذ يحيى ربنا يسعدك يا رب، إنما أنت عسل والله أنسى سالي. طب معلش سؤال آخر، وأنتم مكان ليه يعني ما فيهوش رجل كده، ما فيش محامين ولا زباين، الدنيا أنتوا بتخسروا القضية ولا إيه؟ قضية ايه اللي بنخسرها؟ ما فيش حد في المكتب غيرنا. ايوه، ما استاذ راتب بيصفي حساباته عشان مسافر امريكا. بيصفي حساباته عشان مسافر امريكا؟ لا، ده كده بعد اذن حضرتك بقى محتاجين نقعد ندردش شويه. بس يا ستي، وانا مش فاكر غير شكل ماما، بس نفسي الاقيها ويبقى عندي بيت زيكم كده. يا حبيبي، طب هو انت يعني مش فاكر اسم الشارع بتاعك، اسم امك، اسم ابوك، شكل حتى المنطقه، اي حاجه؟ مش فاكر. ده ايه الخيبه دي؟ طب بص، انا عندي فكره تجنن. انا هصورك وارفع الصوره بتاعتك على الفيسبوك، ويمكن حد يعني يتعرف عليك ولا حاجه. قالوا لي كده اول لما رحت دار الايتام. ما فيش يوصل لماما حد. طب ما احنا كده كده مش خسرانين حاجه. انا هصورك، وبعدين يعني انا مشهوره وكده على الفيس، يعني ناس كتير عارفاني، وبعدين منتشره في جروبات كتير وكده، فهصورك يمكن امك تشوفك، ابوك يشوفك، حد يعني يسال عليك ولا حاجه. وبعد ما اصورك كده نقعد انا وانت مع بعض على رواقه، تحكي لي حكايتك كلها عشان اكتبها جنب الصوره، ايه رايك؟ تمام، يلا اضحك. حلوه قوي. بص، عايز اقول لك حاجه، يعني شمس ده حفيدي، حفيدي فعلا وبالقطع، اخوك 100% وخلف وبقى عنده احفاد، بس لو شافوني ما يعرفونيش، هيعرفوني ازاي؟ طيب ليه انت ما تسافر لهمش؟ ليه؟ نكته والله، يعني مش ده الورق اللي انت عامله فيه الترجمه اياها دي بتاعتك؟ شويه الورق دول لو انا خدتهم دلوقتي ورميتهم الشباك ده اتجنن طبعا. جنني طبعا. انت طالبه مني ان انا اسافر، عارفه يعني ايه؟ يعني اخد 70 سنة من حياتي واعيش في البلد الجميله دي وذكرياتي فيها وارميها من الشباك بلا عاده. يقول عليك ترمي كل حاجه في حياتك وذكرياتك من الشباك؟ ينفع كده؟ طبعا ما ينفعش، عندك حق. كل حاجه في حياتك لازم تحافظي عليها، فاهمه ولا لا؟ ولما عمر بقى رجع البيت بعد المدرسة، فبعد ما اتغدى قال بقى يا مامي أنا عايزة أعمل الهوم ورك بتاعي. قلت له طب يلا نفتح الشنطة. هم بيفتحوا الشنطة لو في المقلمة قلم مش بتاعه. قلت له إيه ده يا عمر؟ أنت جبت القلم ده منين يا حبيبي؟ لا مش عارف يا مامي، يظهر اتلخبطت وخدته بالغلط، أنا مش عارف ده جه إزاي. قلت له خلاص، بكرة إن شاء الله في الكلاس تدي لي الميس وتقول لها أنت لقيت القلم ده ومش عارف بتاع مين. وفعلا عمل كده. الميس بقى فرحت بيه قوي وقالت لكل الكلاس يسقف له، وكمان جابت له هديه عشان هو ولد حلو بيسمع الكلام وامين ما بياخدش حاجه مش بتاعته. حلوه الحدوته. حبيبي انت نمت؟ وبالذات القضية بتاعتي. وانت عرفت منين؟ يا الله، انت بعت عليك قشر بطيخ ولا ايه؟ ده انا محامي تريني، وانا بقول لك راتب مشدد جامد جدا ان ما حدش يطلع على القضية بتاعتك. طب وبعدين هنعمل ايه؟ اصبري بس، اشتري مني وانا بدعبس. بس انت على السكرتيرة عرفت لك ايه بقى؟ ان راتب سفر مراته وعياله امريكا. طب عادي، وايه يعني ما بيسافروا دايما؟ والله
والله العظيم تبت قلبك دي اللي هتودينا في داهيه. طب عادي يسافر مراته وعياله امريكا عادي برضك، ان باع بيته وعايز يبيع المكتب وعايز يسافر لهم كمان شهرين. لا طبعا، لا كده يبقى في حاجه. لا لا لا، انا كده لازم اكلم اونكل حسين ضروري. استني بس قبل ما تطوري، انت ماليه ايدك من استاذ ابتسام ده؟ احسان احسان ماليه ايدك منه؟ ايوه طبعا، هو اللي قال لي انه الراتب لغايه دلوقتي ما قدمش النقد. انت بص اتكلي على الله وكلميه، وانا بقول اللي عرفت هطور يمكن الاقيها كده ولا كده. اوكي بس لازم نعمل حاجه. ميرسي يا حي. سامسينو. ايه؟ سامسينو. اه سوري، دخلت اوضتك كان نفسه في لعبه وحاجه وشافهم شبت فيهم. سوري سوري يا حياه. سامسينو. انت كبرت او صغير؟ لا انا صغنن والله. طب طب سامسينو تاخد واحده واحده ماشي ماشي. اه سامسينو كبير دلوقتي خايفه يصعب. خلاص خلاص بالراحه بالراحه. انا فعلا بالبدله دي هبقى استاذ يحيى شاهين. يبقى يحيى شاهين تبقى زي ما انت عايز. وادي بدله. ايه لزوم البدل؟ هستفيد بيها ايه؟ يعني هقعد وحيد اتمنظر والبس بدل؟ هو الوحيد يبقى له مين معاه؟